السلام عليكم، صباح الخير، كيف الحال؟ بسوي معكم خبز اليوم، خبز الخمير. هذا هو، هذا الخمير اللي سويتها معكم، هذا الخمير اللي سويتها معكم. بحط منها ملعقتين كبيرة، طبعا أنا مستعجلة، يعني بخليها 3 ساعات تقريبا كذا. خلاص، عندي خميرة بيت، خميرة بيت اللي سويتها، وعندي يمكن فنجال قهوة صغير زي زيتون عشان يعطيها كذا براوة. عندي هنا دقيق بر بالحجم هذا، طبعا بحط 2 بودرة زيادة. عندي 4 بر، 4 بر و2 بودرة، خلاص، مع الخميرة وزي الزيتون. عندي هنا ملح خشن مع موية، لأن ما في ملح، الدقيق ما هو مملوح عندي، فحطيت ملح خشن مع عشان يذوب مع الموية. وعندي هنا برضه، هذه اختياري، اللي يبغى يحط يحط، ولا بس إذا تحطين بس خميرة ودقيق بكيفك على راحتك. هذا دقيق بودر ملعقتين زي كذا، وملح. هذه هي طريقتها، طريقة الخميرة البيت. طبعا الزيت زيتون ولا الحليب أضفته إضافة، ولا ما فيه، يعني اللي ما يبغى يحط عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ابدا اعجنها، المويه تكون يعني شوي دافيه، مو مره حاره، يعني شيء بسيط. وبهذا الشكل ابدا اعجنها لين تتماسك معي، طبعا ما تكون لينة مرة ولا تكون يعني مرة قاسية. هذه الخميرة خلاص تحمرت ما شاء الله تبارك الله، شوف الخمير، شوف كيف منخلة، معناته خلاص خمرت. هذه جلست 3 ساعات ونص. طبعا احنا مدينة أبها باردة، يعني مو زي مناطق الحارة، يمكن مناطق الحارة تاخذ 1.5 ساعة أو 2 ساعة، يعني لا تتركين انت تتخمر مرة، علشان إذا تخمرت مرة تصير فيها زي الحموضة، مرة تحمض يعني. الحين خمرتها حلو، بقطعها الحين تشوفونها، ولازم يكون في يدك موية عشان ما تلصق العجينة على يدك. خلاص هذه العجينة ما شاء الله تبارك الله، طبعا احنا نسويها كذا، تبغينا ندور خليها ندور عادي، اللي تحبيه على حسب الصينية اللي عندك، او تحطينها في الفرن ما عندي والله. الفرن الغاز طبعا لازم كل شيء تحطين مويه. هذه هي العجينة ما شاء الله تبارك الله، أنا أقول لكم عن الريحة، ما شاء الله تبارك الله ريحتها الجنة، ريحة الخبز الصدق الأول، حتى إذا خبزتيه يشمه حتى الجيران، جيراني يشمون الخبز. هذه ما شاء الله تبارك الله، هذه عندنا خميرة البيت اللي سويتها معكم، والحين بخبزها وأحطها في الصينية تشوفونها. وهذا الخبز حقنا، طبعا لازم احط مويه، لازم المويه يعني قليل تحت في يدك كذا، بعدين تحطي على الصينيه. انا عندي صينيه اللي اخبز فيها، صينيه ما هو فرن غاز، صينيه فرن اللي تطبخين عليه. هذا الصينيه اللي قلت لكم احط الخبز عليها، وحطيت له حليب، حليب مدخن، اي حليب موجود عندك، واللي ما تبغاه عادي. الحين خلاص بحطه في الفرن تشوفونه بعد كذا كيف. بحط مويه كذا، طبعا الخبزه هذه دائريه بسويها في خبزه في الفرن، في فرن الكهرباء. هذه فرن الكهرباء،
وهذا الخبز الدائري اللي قلت لكم عليه. طبعا انا حطيت الفتحات هذه عشان ما يتنسخ فوق، حطيت له فتحات كذا. وهذه خبزة الفرن الدائري بوريكم، هذا هو، هذا هو الفرن هذا. وهذا الخبز، خبز خميرة البيت. طبعا هذا الخبز ثقيل شوية، اللي يحب الخبز ثقيل، او اللي ناكل على ايدام، على مرق، على يعني كوني، على يعني على حاجة ياكلها. اما اللي حق خبز الشاهي فزي كذا، شوفي زي البسكوت، زي البسكوت شوف، ما شاء الله تبارك الله. هذا خبزه، هذا خبز الشاهي، وهذا برضه الكبير، هذا خبز الشاهي. طبعا نسيت واحد كبير للشاهي، في ناس يحبون على الشاهي على الجبن، لازم يكون خفيف يعني سخيف، سخيف وكذا يقرمش يعني صوته يقرمش. هذا خبزنا، حبيت اوريكم واعلن عليكم بالعافيه ان شاء الله. بس هذا الخبز اللي سويته معاكم، هنا رضيفه وجبن وزيتون، اللي تبغين تاكلينه معي ناكل معه، زي الخبز المفروض، عدس، فول، بيض، عمى، اي حاجه تاكلينه ما شاء الله تبارك الله. حتى لو اكلتي على شاي بس يكفي. وعلينا وعليكم بالعافيه ان شاء الله.